لما قالت لك ايه لما قلت لها لازم تروح المستشفى؟ ايه؟ قالت لك ايه لما قلت لها لازم تروح المستشفى؟ قالت هاتك لي قهوة. انا عارفة انا بعمل ايه؟ هي مش دريانة، هي مش دريانة. كانت كنت انا بقول لها اولادك، قالت لي مع السلامة بره. هم كمان في حد يقول على اولاده كده؟ طب والعيال فين دلوقتي؟ العيال قاعدة هتنزل البيت معاهم بنت شمال. بنتك؟ اه بعد ما طردتها. بس البنت قالت لا انا ما سبتش العيال، وانا اكيد انا كنت قاعدة معاهم، بس انا جيت عشان محمد يعني يستنجد بيها بسرعة. احنا لو كنا استنينا شوية ده هيموتها. طب هي هو راجع بخطة، مش راجع عشان راجع بخطة عشان يستنجد يعني يستنجد بيها. طيب ده مش بني ادم كويس. وانت حضرتك كنت بتقولي